طقس حار نسبي إلى حار في معظم مناطق المملكة، وتكون الأجواء شديدة الحرارة في منطقة البحر الميت والعقبة واستمرار الحر لهذا الأسبوع والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات. مساء الخير. إذا تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الحارة، وكما نشاهد هنا من خرائط درجات الحرارة الواردة لدينا في مركز طقس العرب، تبقى الأجواء حارة خلال هذا اليوم ويوم الغد، كما نشاهد في ساعات النهار تكون الأجواء حارة وإلى شديدة الحرارة في منطقة العقبة والبحر الميت، وتبقى الأجواء الحارة حتى يوم الثلاثاء كما نشاهد هنا من الخرائط التي وردت لدينا في مركز طقس العرب. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان. أجواء صافية، سرعة الرياح تصل إلى 10 كيلومترات بالساعة، ودرجة الحرارة تكون 22 درجة مئوية. أما في ثلاثة أيام القادمة، في يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، تبقى درجة الحرارة نهارا ما بين 34 إلى 32 درجة مئوية نهارا، أما ليلا ما بين 22 إلى 25 درجة والأجواء صافية. ننتقل سوية الآن لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في مناطق المملكة، ونبدأها شمالا من إربد، 33 نهارا 22 ليلا، في المفرق 38 إلى 21، في جرس 37 إلى 23 درجة مئوية، في عجلون 35 إلى 21 درجة في ساعات الليل. في العاصمة عمان 34 إلى 22، في الزرقاء 38 إلى 22 ليلا، البلقاء 34 إلى 23، مادبة 30 نهارا 23 ليلا، في البحر الميت كما كان سابقا أجواء حارة 40 درجة نهارا و30 درجة مئوية في ساعات الليل. في الكرك 31 إلى 23، في الطفيلة 30 إلى 22 درجة، في معان 35 إلى 23 درجة مئوية، في جبال الشرار 29 إلى 20 في ساعات الليل، وفي العقبة 40 نهارا و28 درجة في ساعات الليل. في المناطق الشرقية رويشد 41 إلى 24 ليلا، صفاوي 40 إلى 24، وأخيرا في الأزرق من 40 إلى 24 درجة في ساعات الليل. كانت هذه أبرز المعلومات التي وردت لدينا في مركز طقس العرب، ولكن نود أن نضيف بعض التوصيات خلال هذه الفترة وتحديدا من أشعة الشمس. تنبيه من التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، وضرورة عدم ترك الأطفال داخل المركبات ولو لفترة قصيرة. وأخيرا ينصح بشرب كميات إضافية من المياه والسوائل المرطبة خلال هذه الساعات. شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.